الخير، معاكم احمد مصلحي من اير ريكروتمنت. معانا حد جامد جدا من اول الناس اللي فتحت كووركينج سبيسز في مصر، محمد ناجي الكوفاوندر في المقر. احنا موجودين اصلا دلوقتي في المقر، فاول حاجه انا مبسوط ان انا بسجل هنا. انا ابتديت معاهم او جيت حجزت معاهم اول ما ابتدوا، او انا معرفتي بيهم كان من 2014، وكنت شايف حاجه ناويه تطلع يعني تبقى جلوبالي، وبصراحه يعني البذره كبرت جدا جدا جدا. فانا قبل اي الانترفيو ده والتيبس، احنا على طول بنتكلم على الكارير، بس اعتبروه بقى برومو، اعتبروه اي حاجه. انا واحد من مقر الليفرز. حبيبي يا مصطفى، يعني شكرا جدا. كان ايه عامل ايه؟ تقول تمام الحمد لله، منورين. منورين بيكم. طيب اول سؤال اساله لك كده، هندي بريف عن الكوركن سبيسز والاندستري. اختلفت جدا يعني لما قابلتك ما بين 2013 و14 كان لسه هم 2 3 في مصر. صح. دلوقتي بقى يعني 2 3 في العماره الواحده. ده حقيقي. فهسمع منك على الاندستري والكارير جوه الكووركينج سبيسز، واسالك بقى شويه حاجات ليها علاقه ازاي اشتغل عندك. حلو قوي. ماشي. هو كونسبت الكووركينج سبيسز هي فكره مساحات عمل مشتركه او اماكن فيزيكال لاي حد بيبقى عايز ياخد اماكن يشتغل بينها وما بيلاقيش اماكن كويسه، سواء ستارت اب لسه بتبدا عايزه تاخد اوفيس وتصرف عليه وتجهزه فما بيبقاش معاها فلوس كتير، فممكن تيجي تشتغل كووركينج سبيس، او طلبه عايزه تذاكر او تشتغل مشاريع تخرجها، او حد عايز يعمل اجتماعات، او فريلانس ترينرز عايزين يدوا ورك شوبس او كده. فاي حد بيبقى محتاج فيزيكال سبيس ومش بيلاقي مكان مجهز، ده كونسبت الكووركينج عامه. بس الفرق اكتر او الادد فاليو بتاعته هي فكره الكوميونتي، ان الناس تبقى بتيجي بتعرف بعض، بتتعرف على بعض، بتشتغل مع بعض، في كونكشنز بتحصل بشكل بعض جدا. انا الانرجي هنا، انا وانس اللي انا بقعد في المقر بحس ان انا طاير، يعني تحس ان هم رشين ريد بول في الجو. يعني دي الادد فاليو اللي احنا بنحاول دايما نعملها، ان احنا بنخلي الناس على قد ما تقدر تبقى مش جايه بتدفع ثمن الروم اللي خدتها ولا ثمن السيت اللي قعدت عليه وخلاص. لا، الادد فاليو هي ان انا ودين كوميونتي، الناس دي شبهي، بعرف اتكلم معاهم، اطلع منهم ببارتنرشيبس لطيفه تساعدني في اللي انا بعمله، او لو انا ستودنت ابقى اكسبوزد اصلا للعالم بتاع الستارت ابس وابقى قادر اشوف برده هو الترند رايح على فين والناس دي بتشتغل في ايه، وده بيفتح اوبورتونيتيز بتبقى بشكل اورجانيك. حلو. طيب انا هنقل بقى على النقطه اللي انت قلتها. حلو. انا حد خريج بزنس، وبلاقي معظم الناس خريجي بيزنس دلوقتي او لفتره قريبه معظم اسئلتهم الخاصه بالكارير انا عايز اشتغل في بنك، يعني حتى ما بيسالش على بنك وشركه، انا عايز اشتغل في بنك. تمام. ايا كان بقى، هو بنك وخلاص، هو فاكر ان هو هيروح يقعد في السنترال فولت والفلوس دي بتاعته، الفلوس بتاعتي واروح بيها تاني يوم. بس انا لقيت الناس اللي شغاله في المقر، او انا هتكلم عن المقر عموما، من التوب كواليتيز اللي انا بشوفهم في شغلي. فاولا ازاي الناس اللي جت تقدم في المقر هي شفت الدير مايند ان انا مش هقدم في بنك او حتى شركه، انما انا اشتغل جوه كووركينج سبيس. والسؤال اللي بعديه، ايه التريتس او الكواليتيز لو انا جيت قدمت عندك انت بتبص عليها هو ده الشخص اللي يشتغل معانا؟ يعني المايند سيت بتاع الناس ممكن يبقى كله اختلف دلوقتي، يعني مع وجود ستارت ابس كتيره، مع وجود شركات كتيره، ممكن تبقى قادره تكريت انفايرمنت ذات از فريندلي اكتر من فكره الكوربتس الكبيره او فكره البنوك، فبتبقى ليس روتين، فممكن ده بقى اتراكتيف شويه للناس ان هي تبقى بتروح تشتغل هناك. بس الفكره يعني هنتكلم عندنا برضو شويه في المقر، ان احنا عندنا كذا فانكشن او كذا حته الناس ممكن تدخل تشتغل فيها، بس بتبقى اكتر حاجه اتراكتيف للناس فكره الكوميونتي، ان انا مش بدخل ما بشتغلش شغلانه روتينيه خالص، وبقدر ابني كونكشنز كتيره قوي. وعندنا حاجات احنا بنقول للناس ان دي ستيب في حياتك، يعني خدها، عايز تكمل في المقر تمام، او عايز تروح في حته تانية كابيتالايز على النتورك اللي انت هتبنيها جوه المقر، او لو عايز تكمل في المقر ففي الحته الفلانيه والفلانيه والفلانيه. يعني انت بتعمله كريت باس سواء جوه عندك او بره عموما، انت على حسب انت داخل فين. يعني مثلا شباب الكوميونتي مانجمنت دي كده كده احنا بتبقى عارفين ان دي حاجه احنا محتاجين فيها فريش جرادز، مش محتاجين اي اكسبيرينس، انت ادخل واحنا هنحاول نسبورت على قد ما نقدر. حلو. وبتبقى بندور بقى على الكواليتيز معينه، ان بس الشخص ده يبقى سوشيبل، يبقى بيعرف يتكلم، يبقى عنده بيزكس كوميونيكيشن بس بشكل كويس، لان هو شغلانته مينلي قايمه على كوميونيكيشن، ويبتدي بقى يمانج الكوميونتي، وهو بقى بيمانج الكوميونتي وبيمانج السبيس طبعا، بس بيبقى بيبني علاقاته. هو بيبني علاقاته دي بيبدا يشوف بقى، طب انا ايه ده، انا ممكن ابتدي اشوف وافتح عيني وابقى فهمت الموضوع. انا شايف عندكم بوزيشنز دلوقتي عايزين برانش مانجر، عايزين فاينانس ليد، عايزين حد في السيلز. صح. فريجاردلس البوزيشن، ايه التوب كواليتيز او تريتس اللي ناجي او المقر بقول هو ده الشخص اللي هيشتغل عندنا؟ والله احنا مش بيكي خالص، احنا بنبقى كل اللي عايزينه بس حد فاهم كوميتد، عنده امبيشن وبس، مش اكتر من كده. في اكيد بوزيشنز بنبقى محتاجين فيها حد اللي عنده اكسبيرينس او تكنيكاليتيز او كده، بس برضو الستارت ابس عامه بيبقوا بيدوروا اكتر على الشباب اللي يلا ندخل نعمل حاجه. ودي الانفايرمنت اللي احنا دايما بنحاول نعملها، كلنا شباب صغير، كلنا بنتعلم، ما عندناش حد فكره بقى انه نقعد ونلبس بدله وننزل ونعمل وكده خالص. عندهم بنفيتس حلوه، هيطلعك الرحله ببلاش يعني. طبعا دي حاجه بالظبط. يعني الرحله مثلا من الحاجات اللي فعلا بتبقى من البيركس للتيم،
الناس اللي بتبقى توب بيرفورمرز دايما بتطلع عندنا الريتريتس اللي بنعملها. فهي بتبقى انفايرمنت مختلفه حلاوتها للناس اللي بتبقى لسه فريش جرادز, وبالعكس ممكن يبقوا لسه ستودنتس. يعني في ناس بتدخل معانا يبقوا كوميونيتي اوفيسرز او كوميونيتي مانجرز وهم لسه ما تخرجوش. فبيبقى الموضوع اكتر ليه علاقه بالكواليتي بتاعه البني ادم نفسه, بس ان هو يبقى عنده بيزكس كوميونيكيشن ويلا بينا مش اكتر من كده. طيب اخر سؤال, ايه الاسئله اللي انت بتسالها للشخص اللي قصادك وبتقول هو ده؟ اسئله بقى سيتويشنز ايا كان. والله كلها حاجات بس ليها علاقه بالتعاملات, انت بتتعامل مع الناس ازاي, انت راجل كوميتد بشكل بس عامل ازاي, لان احنا في الاخر برضو الناس دي بتبقى فرونت لاين او بتتعامل مينلي مع الكوميونتي بقى اللي احنا بنحاول نبنيه, فهم اللي بيدوا الامبريشن زي ما انت بتقول على الاسبيريت اللي الفاليوز اللي عندهم عشان يبقوا الايند مع الفاليوز بتاع المقر. بالظبط. واي دونت اكسبكت خالص ان الراجل ده عنده اي خبرات, مش اي دونت اكسبكت خالص ان الراجل ده عنده تكنيكاليتي كبيره لو هو مش في بوزيشن محتاج تكنيكاليتي. كل اللي بس بنبقى محتاجينه ان هو حد عايز فعلا يتعلم, وفي نفس الوقت هو عنده حاجات احنا هنتعلمها برده منه, لانه هي دي بتبقى الانفايرمنت احنا بنحاول دايما نخلقها. كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنشتغل مع بعض, ومفيش حد مدير حد ومفيش حد فاهم بينظر على حد. حلو جدا. بس اخر حاجه بقى ادفايس ليك انت لاي حد عايز يبتدي الكارير بتاعه. والله ده صعب قوي. عايز يبتدي الكارير ايا كان الكارير, ايا كان الكارير, يعني حابب بقى الكارير في الكوركينج سبيسز اوكي, حابب ان هو عموما لا جنرال, يعني خلينا جنرال, يعني اكيد في الكوركينج سبيسز يا ريت, يعني احنا بالعكس نفسنا ان الاندستري دي تكبر والناس تعرف عنها اكتر وتيجي تشتغل فيها اكتر. بس جنرالي اعتقد ان في ناس كتير ممكن تبقى مش عارفه هي عايزه ايه, فالناس دي محتاجه تتشقلب كتير وما تخافش ان هي تجرب. حلو. تجرب وتروح وتتنطط وكده, ولو حد عارف هو عايز يعمل ايه يبقى راسم من طريقه كويس ويبقى داخل وما يستعجلش على ان هو يكبر, بس يبقى مركز ان هو عايز يكبر برضه. يعني مش معنى ان هو مش مستعجل ان هو يسيب نفسه كده تماما. واي ثينك انه دلوقتي كمان في يعني الورك انفايرمنت في مصر اي ثينك اتغيرت خالص وبقت احسن بكتير, والناس كتيره بتدخل وناس كتيره عندها اوبورتيونيتي ان هي تكبر بشكل اسرع. واي ثينك انه في مالتي ناشونالز دلوقتي هتلاقي فيهم ناس في التوب مانجمنت او في المانجمنت شباب صغير, شباب صغير. فبالعكس يعني اي ثينك ان الورك انفايرمنت دلوقتي تسمح لاي حد انه عايز يعمل اي حاجه يقدر يعملها, اهم حاجه بس يفضل عنده يعني مثابره حد تقريبا. ماشي. مثابره ايوه ماشي. بس كده. انا مشكورك يا نجم حبيبي يا مصطفى, شكرا جدا ليك والله, انا استمتعت جدا, انا اكتر والله. تسلم حبيبي.